هل يستطيع طالب العلم اليوم يحكم على الحزبية وما تأخذه من مبادئ ورعاية وتنظيمات سرية كالإخوان وغيرهم أنها بدعة مع أنها تفرقة المسلمين ويطبق عليها تفرقة المسلمين ويطبق عليها تعريف البدعة أنها طريقة مستحدثة في الدين يقصد السلوك بها التقرب إلى الله عز وجل. هؤلاء خطبهم ومحاضراتهم يزينون للناس أن هذا هو الدين، فعلى هذا فدعوتهم دعوة المبتدع، سواء أكانوا من الإخوان المخلصين أم كانوا من ماذا؟ من أصحاب الجمعيات، جمعية الحكمة وجمعية الإحسان، أي نعم، وغيرهم. هؤلاء يعتبرون مبتدعة، وبلغوا عني هذا أنني أقول دعوة الإخوان المسلمين مبتدعة، ودعوة أصحاب الجمعيات التي تتضمن الحزبية مبتدعة، لا جمعيات الخيرية، مجرد جمعية خيرية، فتركها أحسن من وجودها، لأنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ماذا يا إخواننا؟ فأما وقد انتهى بهم الحال، قد انتهى بهم الحال إلى أن يحاربوا أهل السنة، وبلغوا هذا عنا الآن حملة كبيرة في عدن على إخواننا، ويحاولون أخذ 3 مساجد لأهل السنة. مشروع مخذول من أهل الإخوان المخلصين، وشخص حاقد أيضا يرمي الإخوان بأنهم خوارج. يا هذا ما لك ولهذا القول؟ الخوارج يقدمون للمعاصي، وأهل السنة لا يقدمون للمعاصي. نعم يا إخواننا، ما رأيت أحمق من الإخوان المخلصين. ما يدرون أن هذا ربما يكون مدبرا من الحكومة. الحكومة تعرف أنها عاجزة عن قضاء دعوة الإخوان المخلصين، لكن تحاربهم، يصطدمون بأهل السنة، وأهل السنة هم الذين سيبينون للمجتمع ضلال دعوة الإخوان المخلصين. أي نعم، ماذا يا إخوان؟ على كل لا بد من تقييد الكلام الناظم، وهو أننا ما نعد كل واحد من الإخوان المخلصين ومن أصحاب الجمعية، ما نعد كل واحد مبتدعا. من عارض منهجه وتبنى ورضي به فهو مبتدع، أما غير دخل معهم وظن أنه ينصر دين الله فهو أضل من حمار أهله، لكن ما هو مبتدع يا إخواننا. لا بد أن نضع أشياء مواضعها، والله المستعان.